هذا إمام في الظهور، هذا إمام في الظهور، من اللي صلى الركعة الثانية بدل أن يجلس للتشهد الأول وقف، فسبح له المأمومون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا نزل. هذا الشيء اللي داروا الإمام صحيح ولا ماشي صحيح؟ واخا السؤال الآخر، هذو الناس اللي سبحوا له صحيح ولا ماشي صحيح؟ صحيح. علاش سبحوا له؟ لماذا سبحوا له؟ ليفهموه أنه ارتكب واسمه واحد شي حاجة في الصلاة. إذا هو غير يوقف يقول سبحان الله يقول هذه الركعة الثانية ما جلسش. إذا هما كانوا صحيح ولا ما كانوا صحيح؟ هما صحيح. وهو من اللي فهم، من اللي فهم، فهم ولا ما فهمش؟ فهم. ومن اللي فهم واسمه دار؟ من اللي فهم دار غلط. من اللي فهم دار، من اللي فهمت باللي راك ما قعد ما جلستش في الركعه الثانيه، اي ما جلستش شيء للسنه ونط الفرض، فلا يجوز لك ايها الامام ان تنزل من الفرض الى السنه، فقد انتقلت الى ركن اخر، فلا يجوز لك ان تعود من ركن الصلاه الى سنه، وكان عليك ان تاتي بالثالثه والرابعه وكي تكمل دير السجود القبلي اللي عندك النقصه، دير السجود القبلي وتحسن. لكن هو واش مدار؟ هو عاد من شحال مره كنا دار الركوع اللي هو فرض، وربما بدا يقرا في الفاتحه اللي هي فرض زوج فرائض، ولا شو ولا السنه، لا يجوز ولا. لكن من اللي ولا اش غادي يدير؟ اش غادي يدير درك الامام؟ اش غادي يدير؟ واش غادي يدير؟ اسمع، هو ولا هو يتحي وها هو ولا غادي يزيد زوج زيزو، ودرك واش غادي يدير؟ هو سجد بعد السلام. غادي يزيد، غادي يدير، لان شحال عنده تاع الزياده؟ عنده ذيك الركعه اللي طلعها زايده، الفاتحه اللي ولا يقرا زايده، والرجوع اللي رجع زايد، شفت شحال عنده تاع الزياده؟ عنده ثلاثه. اذا هذا غادي حتى يسلم ويدير السجود اللي بعدي الامام. قالوها له الناس ناضوا معاه ثمانين، قال لهم اودي اختي لا الناس ما يعرفوش واسمو درت، ويبقى شي طالع شي هابط. ها شتو كاين الامام فقيه، الامام فاهم فاهم الواقع نتاعو، حتى منين ولا راه عارف علاش ولا، شتو العلم كي مزيان. قال لك انا مع واحد الناس اللي ما عارفين شيء الفقه ديال الصلاه، وتخاف الى ما وليتش هما مزيروا عليه ولي ولي، حتى هما ما عارفينش. اذا غادي يقول له، يقول لك انا لو كان ما غاديش نولي غادي يبقى واسمو، يبقاو عليا ولا سيدي راك جلست، وربما الى ما ولاش غادي يوقع عاودك تبرزيط، علاش ما وليتش؟ علاش عاود دير كنتوما ما عارفينش، ولا كاين في قضيه الدين واخا الناس ما تفهمش. كل شيء واللي يفهم. احنا الاختصاص نحترموه في كل شيء، الطبيب ما ندخلولوش، الفيزيسيان ما ندخلولوش، كل شيء اللي عنده شي تخصص في الا الدين فهو كلاء مباح. من هب ودب. واخا ما عرفوا عليه يبقى يهضر. ولذلك جزاء الله خير على الامام راه فقيه. قال له ودي اللهم نولي ربما غادي يديروا لي شي فضيحه. بصح مش انا حاضر فيها. ايوا صافي هذا راه حاضر كاع فيها.